زويل، جامعة زويل ومدينة زويل اللي بنشتغل معاها دلوقتي، وعرضنا البروجكت بتاعها على الاي ار بي عندنا في وزارة الصحة، لجنة اخلاقيات البحث العلمي، وتم التوافق عليه، وبنشتغل معانا في المعامل المركزية لوزارة الصحة علشان نطلع منتج ان شاء الله يساعد كل دول العالم في المسح لفيروسين. ازاي بهذا النوع من التقدم والتحول التكنولوجي قدرنا نخفض أدوية فيروس سي والكورس العلاجي للثلاث شهور من 80,000 دولار إلى 50 دولار تقريبا جوه مصر بالشركات المصرية، ب21 شركة مصرية. وهنا أنا كنت امبارح بتكلم مع دكتور فرانسيس رئيس منظمة براءة الاختراع في الأمم المتحدة، ازاي احنا براءات الاختراع للأدوية العالمية قدرنا بدعم من منظمة الصحة العالمية نفك هذا الحصار او البيتنسي بتاعها، علشان نتيح لبلدنا في 2014 برؤية ثاقبة وإرادة سياسية من سيادة الرئيس ان احنا قدرنا نتيح ان احنا نصنعه. النهاردة اقدر اقول ان احنا بدأنا خطوات جادة جدا، وإنتاج الإنسولين والإريثروبيوتين لمرضى الكلى، بدأنا صناعة أدوية الأورام والهرمونات، خدنا اعتماد دولي من منظمة الصحة العالمية لإنتاج ومن FDA لإنتاج كثير من الأدوية عندنا في مصنع من المصانع المحترمة. وإزاي النهاردة بنشتغل مع كل الدول الأفريقية عشان نوحد إجراءات التسجيل بيننا وبين بعض، علشان نتيح لكل الشعوب الأفريقية تبادل الأدوية اللي قدرنا نصنعها بثمن بسيط جدا. من ضمن الابتكارات اللي ساعدنا في الشهرين اللي فاتوا على تسجيلها في مصر هو علاج للملاريا، وده تم يعني الموافقة عليه من FDA في أمريكا، وتم تسجيله في وزارة الصحة المصرية، وعندنا مصانع تقدر تنتج حوالي 3 طن يوميا ونتيح لكل الدول الأفريقية. بيجي المنتج دوت من مخلفات النباتات لأنه بيعتمد على الكلوروفيل، وبنقدر نرش بيه مساحات من المستنقعات والأماكن للتخلص من الملاريا ومقاومة البعوض. ده من ضمن المشروعات اللي التكنولوجي بتساعدنا فيها، واحنا دلوقتي في مجال تصنيع البلازما خطينا خطوات كبيرة جدا بدعم من منظمة الصحة العالمية.